والله اخت رونالدو طلعت بالاخر منها هيني بالمره، يعني عن جد عيب الشوم، هيدي اهانه كبيره بحق ليو ميسي. طلعوا قدامكم اخت رونالدو عم تركب مقطع، شوف الفرق بين ميسي ورونالدو خلال هالدبل كيك، يعني والله هيدي اهانه ومنا منيحه ابدا بحق ليو ميسي، حتى منا منيحه ابدا بحقك ولا بحق خيك رونالدو. يعني رونالدو شاف هذا المقطع 24 ساعه على الستوري وانتم ما شلتوه، يعني كيف يقول لك شيء لهذا المقطع لانه هذا الشيء منه منيح بحقكم تحطوه؟ يعني طبعا نعرف في منافسه كبيره بين رونالدو وميسي مين افضل بالعالم افضل بالتاريخ، بس انت كاخته لرونالدو ويشوف رونالدو الستوري ما تشيلوه، هذا بين انه انتم طوطوا من عين العالم لما يشوف هذا المقطع، وهذا الشيء منه منيح ابدا بحق رونالدو انه عم تركبوا مقطع تستفزوا ليو ميسي. واللي بيقول لي والله بلاقي انه هيدا فوتوشوب، انا فت لجوا عندها على ستوري وصورت عندها سكرين ريكورد ومليون بالمية مأكد، لو مش مأكد ما بنشره عندي. وبين هذا الشيء كمان ايضا شفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بس هذا الشيء اللي قدامكم انا مش مأكد منه 100%، بس اما الستوري اللي انتشر هيدا مليون بالمية مأكد من اخته رونالدو نشرته من بعد الاستفزاز اللي عملته لليو ميسي. لا والاضرب من هيك انه نشرت هيدي التركيبة اللي قدامكم دغري مباشرة من بعد عيد ميلاد ليو ميسي. شوفوا مرته لميسي شو عملت من بعد ما كانت مرته لرونالدو بدها تولد، فاتت لعندها كتبت لها قلب يعني احتراما، بس اما اللي عملته اخته لرونالدو بصراحة يعني وطت من عيني، وطت من عيني، وكان مفروض تشيل الستوري مباشرة، خيا رونالدو مفروض يقول لها شيل الستوري مباشرة، للأسف خلت الستوري ووطت من عيني، وطت من عيني من عالم الجميع اكيد.